أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا، ما المراد بالمنسك؟ ذبيحة، قربان. المنسك المراد به القربان. الله شرع القربان لجميع الأمم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس خاصا بهذه الأمة. كل الأمم، المؤمنون منهم يتقربون إلى الله بالذبح، ذبح القربان. نعم.